أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية منها، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مقال إبراهيم المشهداني في صحيفة طريق الشعب بعنوان تفاقم الفجوة بين الفقراء والأغنياء في العراق. يقول المبتلى بغياب الشفافية في توزيع الثروة وهيمنة الطغمة المالية المتحكمة بمفاصل الدولة والمتخادمة كذلك في الهيمنة على مفاتيح الثروة، تتسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء بما لا تقبل التورية أو التأويل حتى. وأكثر الدراسات والأبحاث التي تجريها المنظمات الدولية ومؤسساتها المالية تشير بوضوح تام إلى أن العراق متأخر كثيرا في مقدار حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. العراق يأتي بالمرتبة 113 عالميا من أصل 190 دولة والسابعة عربيا. فعلى سبيل المثال، إذا ما قايسنا حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي البالغة 4775 دولارا سنويا مع نسبتها إلى حصة الفرد في بعض البلدان العربية، لا تبين أن هذه النسبة تشكل 7% بالنسبة لقطر، و10% بالنسبة لدولة الإمارات، و18% بالنسبة للبحرين، و20% بالنسبة للسعودية، وعالمياً 4% بالنسبة للوكسمبورغ و5% بالنسبة لسويسرا وأكثر من ذلك. فإن العراق يأتي تراتبياً أعلى من بوروندي وأفغانستان والصومال. معدل نسبة الفقر في العراق 23%، وتشمل الحضر والريف، وكانت نسبة الفقر في الريف 39.3%، أما في المدينة فكانت النسبة 16.1%، وأن فجوة الفقر كانت 4.5%، وهذه النسب تتفاوت بين محافظة وأخرى. القادم 20 مطلقة في الساحة وفي الساعة حول ظاهرة الطلاق المتفاقمة في العراق، كتب عامر القيسي مقالا في موقع كتابات جاء فيه: أجزم دون تردد أن 90% من شخصيات الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد لا يدركون إطلاقا وعلى وجه الدقة خطورة الآثار المترتبة على ظاهرة الطلاق في العراق، والسبب انشغالاتهم العميقة في إنتاج المزيد من الأزمات السياسية والفساد لنا وما ينتج عنها من مشكلات اجتماعية، من أخطرها أن محاكمنا في العراق باستثناء إقليم كردستان العراق شهدت في شهر آيار لوحده من السنة الحالية 2023 تسجيل 6728 حالة طلاق، أي بواقع 10 حالات بالساعة الواحدة و224 حالة باليوم الواحد. كان حصة بغداد العاصمة والبصرة 45% منها. بلغة الأرقام، لو افترضنا بالحدود الدنيا أن وراء كل حالة طلاق طفلاً فإن 6728 طفلاً سيعيش محروماً من أحد الأبوين بشكل من الأشكال. ولو ضربنا العدد في 12 لأصبح لدينا أكثر من 80,000 طفل يعانون من الحالة نفسها، وما ينتجه هذا الواقع من آثار نفسية غير منظورة يصعب علاجها في المستقبل، فضلاً عن الآثار الاجتماعية من تفكك أسري وتسيب وانخراط بنسب مختلفة في كل أشكال الانحرافات الاجتماعية الأخلاقية وغيرها. وهي مشكلات معروفة لكنها لا تحرك شارباً في الحكومة والبرلمان إلى آخره. حذرنا من تفاقم هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، وقدمنا عدة مقترحات لعلاجها، إلا أن هذه الحكومات المتعاقبة المتحصصة الفاسدة والفاشلة كانت تعطينا جميعاً أذناً من طين وأذناً من عجين، وكأن هذه المشكلة الخطيرة تجري في جزر الواق واق. ونؤكد اليوم أن القادم أتعس في ظل هذا التجاهل الحكومي وارتفاع مستويات الفقر والعوائل التي تعيش تحت خط الفقر وانغماس السياسيين بتقاسم الكعكة، حتى نصل ربما إلى 20 حالة طلاق في الساعة. في الشأن الاجتماعي أيضا، كتبت سارة جميل مقالا في صحيفة الميثاق الوطني حول مأساة الطفل موسى الذي لم يكن أول طفل
تشوهت طفولته وتنتهك براءته، بل هناك الكثير مثله فقدوا طفولتهم وشاخت دواخلهم وهم صغار بسبب خبث الكبار. حادثة الطفل موسى الذي قتل بأبشع الطرق على يد زوجة أبيه في مدينة الشعلة تمثل أقصى مراحل التوحش والكراهية الممكن رؤيتها حاليا في العراق، وتؤكد أن الكائن البشري هو أخطر من سكن الأرض على الإطلاق. الطفل موسى لجأ إلى الدولة سابقا وأقامت المؤسسة التي يجب أن تكون مسؤولة كل المسؤولية عن حمايته بإعادته إلى جلاده من جديد وتركه بيدهم. بين هلالين الشرطة المجتمعية هي الجلاد الآخر للمعنفين في العراق، لأنها غالبا ما تعيد المعنف إلى أسرته بأخذ تعهد خطي منهم، ويحسب هذا التعهد كالحبر على الورق أو هواء في شبك، بل لا فائدة تذكر منه. غالبا ما يكون الموت ينتظر المعنفين الذين لجأوا للشرطة المجتمعية، والدولة تعي ذلك جيدا لكنها تتغافل عنه، لأنها لا تملك سبل حماية لهم، ولم تؤسس دورا لإيوائهم، ولم تفعل برامج لشفائهم داخليا ودمجهم مع المجتمع مجددا. ما يتعرض له الطفل في طفولته سينعكس حتما على شبابه وحتى مشيبه. ستتولد عقد نفسية داخله ممكن أن تجعل منه فردا مؤذيا مستقبلا، أو مدمنا أو قاتلا. فلو بحثنا عن طفولة المجرمين لوجدناها طفولة تعيسة عانوا فيها الضرب والإهمال والتجاهل. حكومة المحتلين هدمت الطفولة والأمان وجعلت الوحوش أحرارا يتحكمون بضحاياهم دون أن يرف لهم جفن، فلا عقاب ينتظرهم ولا ضمير يوجعهم. تجردوا من الإنسانية واجتازوا مرحلة التوحش بدرجات أعلى. من أمن العقاب أساء الأدب، هذا ما ينطبق على وحوش العراق المجرمين. إلى صحيفة القدس العربي ومقال للكاتب جابير الأشقر بعنوان ما زال الشعب السوري يريد إسقاط النظام. استقرت الأمور، يقول في الداخل السوري، منذ بضع سنوات فقط على قاعدة هيمنة نظام آل الأسد، مدعوما طبعا من القوات الإيرانية وتوابعها من الميليشيات ومن القوات الروسية على نحو 70% من أراضي البلاد، وذلك بشبه تعايش سلمي تام مع سائر مناطقها. الجولان الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967، ومناطق الشمال الشرقي التي تسيرها القوى الكردية منذ أن بدأت الحرب، وقد باتت مدعومة من قوات أمريكية منذ عام 2014، والمناطق الشمالية تحت وصاية الجيش التركي بدءا من عام 2016، وها منطقة إدلب الواقعة هي الأخرى تحت سيطرة هيئة تحرير الشام حصرا منذ العام 2017. ما كلنا نؤكد منذ بداية ما عرف باسم الربيع العربي أن الانتفاضة الكبرى التي عمت أرجاء المنطقة الناطقة بالعربية منذ عام 2011 إنما لم تكن سوى بداية سيرورة ثورية طويلة الأمد لابد من أن تتواصل عبر الزمن، مهما عرفت من انتكاسات وانتصارات مضادة للثورة، ما دامت قائمة الأسباب البنيوية العميقة التي تسببت في انفجار البركان العربي بتفاعلها مع السياسات النيوليبرالية التي فاقمت نتائجها. فهنا سوريا تقدم لنا خير إثبات لديمومة السيرورة. الحراك الجديد يتضمن عصيانا مدنيا وإضرابا عاما في حوران على الأقل، وقد عادت شعارات عام 2011 إلى الصدارة، لا سيما ختاف الشعب يريد إسقاط النظام والمطالبة برحيل رأس الدولة. نشرت صحيفة لوفي غارو الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن العلاقة بين موسكو وبكين في إطار منظمة بريكس وكيفية توجيههما لهذه المجموعة المناهضة للغرب. وقالت الصحيفة في تقريرها إن روسيا والصين لديها نية راسخة لبناء ملامح منتدى جيوسياسي مناهض تماما للغرب،
وذكرت الصحيفة أن الحرب في أوكرانيا والمواجهة الصينية الأمريكية زادا من رغبة كل من بكين وموسكو في البحث عن حلفاء لهما في الجنوب العالمي، وتهدف هذه الصيغة المضللة والمضللة إلى إعطاء انطباع بأن الغرب معزول في مواجهة معسكر بديل موحد. حضور شي جين بينغ في القمة، وكذلك حضور رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دي سيلفا، خير دليل على الأهمية التي تحظى بها هذه القمة. أما بوتين الذي سيضطر بموجب تفويض دولي من المحكمة الجنائية الدولية إلى الاكتفاء بالمشاركة عبر الفيديو، يرى أنها فرصة لاستعادة صورته الدولية. الحفاظ على حضور الروسي داخل مجموعة البريكس أمر ضروري بالنسبة لبوتين، لأنه يسمح لروسيا بوضع نفسها إلى جانب الدول التي تمثل المستقبل، وتصوير الغرب على أنه عالم منحط ومتدهور، وهي ميزة كبيرة بالنسبة لروسيا التي تمارس الحرب النفسية على أساس يومي، وتستغل القوة الكاملة للمشاعر المعادية للغرب خاصة في إفريقيا، حيث تعيد ترسيخ نفسها بعدوانية غير مقيدة. وأشارت الصحيفة إلى أن الكثيرين يحلمون بجعل دول البريكس أداة للنضال ضد هيمنة الدولار والإطاحة به. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الفاصل. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. حلت هذا الأسبوع الذكرى العاشرة لمجزرة الكيميائية التي ارتكبها النظام السوري في غوطتي دمشق الشرقية والغربية يوم 21 من أغسطس آب 2013، والتي تعد الأكثر وحشية، حيث استخدم النظام السوري برعاية الأسد غاز السارين السام، مما أدى إلى مقتل نحو 1400 شخص خنقا، بينهم 99 طفلا و 194 سيدة، في حين أصيب 5935 شخصا بحالات اختناق. وأحيا ناشطون سوريون في مدينة إدلب المناسبة الحزينة هذه لتخليد وإحياء ذكرى ضحايا تلك المجزرة الأليمة، وللتأكيد على أهمية تحقيق العدالة والمحاسبة
ولضمان عدم تكرار هذه الجرائم والمجازر ضد الإنسانية، ونظموا وقفة على مدرج الحديقة العامة في إدلب بدعوة من الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء في مناطق المعارضة، حضرها نشطاء وشهود ومتطوعون كذلك في الدفاع المدني، تجمعوا برمتهم في إطار حملة لا تخنق الحقيقة، رافعين شعارات تطالب بمحاسبة مرتكبي الجريمة. في شمال العراق يكافح عمال في مدينة السليمانية شمال العراق لكسب رزقهم وسط درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 50 درجة في الصيف، وكانت هناك حاجة ملحة كبيرة في الماضي في مدينة السليمانية لمهنة تكسير وتشكيل الحجارة في بناء البيوت والمباني، لكنها فقدت بريقها مؤخرا مع زيادة مواد البناء الصناعية وتراجع أعداد العاملين في هذه المهنة الشاقة. والآن أترككم ومتابعة شيقة مع فيديو اليوم. إلى اللقاء.